السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ حلقة جديدة وبرنامجكم العزومة. عزومتنا النهاردة أو حلقتنا النهاردة على ايه؟ هنعمل كفتة سريعة جدا مش هتاخد في ايديكي 5 دقايق، سهلة في التحضير وسهلة كمان في التسوية وتقديمها حلوة قوي وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا نشوف مقاديرها، وده أول طبق معانا. يلا نشوف المقادير. عندي 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بصلة كبيرة مفرومة، وفصين ثوم مفرومين، واربعة فلفل أحمر واخضر، ده بس علشان نشويه جنب اللحمة، تمام. ومعلقة كبيرة كاتشب، رشة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة بهارات 7، وملح وفلفل أسود. المقادير سهلة خالص وبسيطة، وكمان تجمعتها سهلة جدا. هلبس بس الجلوفز. هنعملها بطريقة حلوة جدا، وكمان تشكيلها هيبقى تحفة قوي، ممكن تنفع في سندوتشات، تنفع في عشوة، تبقى حلوة قوي. هنشوف مع بعض دلوقتي. بسم الله. تمام، كفاية واحد. عندنا هنا هجيب بولة بس أكبر، وأحط كل المكونات بتاعتي في البولة دي وابتدي أعجنها. نجيب معلقة. تمام، أدي اللحمة بتاعتنا، يفضل ما يكونش فيها دهون خالص لأننا هنسويها على طاسة، فمش محتاجين يكون فيها دهون عشان ما تكشش. وزي أي كفتة عندنا بنحط لها أو بنفرمها مرتين، هنحط لها معلقة بصلاية كبيرة، معلش بصلاية كبيرة مفرومة، وهنحط رشة سكر صغيرة عشان تساعدنا على التسوية، وبتدي طعم حلو وبتظهر كمان طعم اللحمة قوي. وادي معلقة كاتشب كبيرة، فصين ثوم مفرومين، وهنا معلقة صغيرة من البيكربونات أو من البيكنج باودر علشان تخلي الكفتة معايا هشة وما تبقاش مكتومة، ورشة من البهارات 7، واجيب الملح والفلفل، طريقتها سهلة قوي مش هتاخد من ايديكي 5 دقايق وتبقى جميلة جدا. على 1/2 كيلو لحمة حوالي معلقة صغيرة مليانة من الملح، ورشة فلفل اسود، وهنعجنها كويس جدا. زي ما اتفقنا اي كفتة باي طريقة عجنها الكويس هيديكي نتيجة حلوة قوي. واللحمة مفرومة مرتين علشان تبقى انسجتها ناعمة وما فيهاش نسبة دهون، لأننا مش هنشويها على فحم، فمش محتاجين أي دهون فيها خالص. تمام، بالشكل ده تتعجن كويس قوي علشان تبقى طالعة مستوية معانا وما تفتحش واحنا بنسويها. تمام كده كويس قوي. هجيب كيس حلواني او كيس سندوتشات عادي خالص، اللي هي اكياس التلاجة، او كيس حلواني زي ده، وهحط فيه اللحمة المفرومة بتاعتي بالشكل ده. تمام كفايه كده، نخلص دول ونيجي ناخد تاني. هقلع بس الجلافز ده، وهجيب مقص علشان نقص حته على قد سمك الكفته اللي انت عايزاه، يعني عايزاها تخينه شويه هتكبري الفتحه، عايزاها رفيعه هتصغريها، ده في ايديكي انت وبراحتك. تمام بالشكل ده فتحت فتحه، وهشغل هنا ومعانا ندى. اهلا ندى. اهلا ندى. الو ازيك يا ندى؟ بيسلم. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي يا ندى، ليكي سؤال يا ندى. عايزه اعرف طريقه المكرونه باللحمه. انهي واحده؟ مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل، حاضر يا روح قلبي هقولها لك. حاضر
نورتيني باتصالك يا ندى. شوفي الكفتة السهلة دي عشان تعمليها. الله يخليكي يا حبيبة قلبي، نورتيني. تمام، حطيت بس معلقتين زيت كده في الطاسة وحطيتها على النار، ولما تسخن هبتدي اعمل فيها اشكل فيها الكفتة، وهنشوف هنشكلها ازاي. زي ما شفتوا كده ما اخدتش مننا وقت خالص. هلبس بس جلافزي تاني. ومعانا دعاء. اهلا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ايه الجمال اللي انت بتعمليه ده؟ ميرسي يا حبيبتي، ده من ذوقك والله. ده كفايه بس وشك البشوش ما شاء الله على الشاشه. حبيبه قلبي تسلمي لي والله، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي يا رب. تسلمي منك يا رب كده، ودايما نشوفك كده على الشاشه مبهجه يا رب. ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ولا من ذوقك يا حبيبتي والله. تسلمي لي. انا والله بكلمك، انا ثاني مره اكلمك النهارده. والله نورتيني نورتيني يا حبيبتي، دايما معايا كده. ربنا يخليكي يا رب، ودايما نشوفك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، منوراني ويسلم لي ذوقك والله. شوفي بقى طريقه الكفته دي وجربيها هتعجبك جدا. بقول لك يا مدام فاطمه، انا عندي عزومه باذن الله وعايزه اطبخ، بس مش عارفه اعمل ايه. على حسب عدد الافراد وعلى حسب انت امكانياتك ايه وحابه تعملي ايه. انا عايزه اعمل مشويات. مشويات؟ مفيش احلى بقى من حلقه المشويات اللي احنا عملناها مع بعض. اعملي بقى الكفته واعملي كباب واعملي طرب حلو جدا، واعملي جنبهم بقى رز مبهر وسلطات وزي الفل كده. مش تحتاجي حاجه تاني ان شاء الله يا حبيبتي. نورتيني باتصالك، نورتيني يا روح، ربنا يكرمك. بصوا بقى هنا خلاص زي ما اتفقنا، سواء كيس حلواني او كيس بتاع التلاجة هتحطي فيه وتقصيه على قد حجم الكفتة اللي انت عايزاها، رفيعة تخينة ممكن تعمليها وتحطيها في سندوتشات المدرسة بتاعت الولادة تبقى حلوة قوي. هبتدي اشكلها بصوا بالشكل ده بالطول اللي انا عايزاه. تمام، تشكيلها سهل خالص بالشكل ده. هي الطاسه لسه ما سخنتش قوي معانا. تمام، شايفين تشكيلها سهل قد ايه؟ عشان كده مسمينها كفته الخمس دقايق، لانها فعلا ما بتاخدش في ايدينا خمس دقايق، وكمان تسويتها وطريقه التسويه بتاعتها سهله جدا. واضحه كده؟ تمام. شفتوا بقى في ثواني هنخلص كل الكميه. واروح احط كمان الباقي ونشكله. ومعانا بسنت. اهلا بسنت. اهلا يا حبيبه قلبي، منوراني. ازيك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، الحمد لله بخير طول ما انتم بخير دايما يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبتي. هو بتذكر حضرتك على البلح الشام اللي حضرتك عملتيه؟ جربته؟ عملته وطلع جميل جدا ما شاء الله. تسلم ايدين ماما يا حبيبتي، ربنا يبارك لكم فيها يا رب. يا رب يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا روحي. عايزه تعرف طريقه الطاجن بس بطريقه المحلات بتاعت الكشري. طاجن المكرونه بالظبط. تمام، نعمله مع بعض ان شاء الله قريب. اكتبي يا روان الاصناف اللي الناس عايزاها علشان نعملها ان شاء الله. تسلم عينيك يا روح، ميرسي ميرسي يا بسنت نورتيني. الزيت بدأ يسخن اهو، انا عايزاها تاخد لون من جميع الجوانب. تمام، ريحتها تحفة، ابتدت الريحة تطلع اهي. هكمل بقية المقدار عشان كله يستوي مع بعضه. شايفين كله بقى هيطلع نفس الحجم ونفس الشكل، مش هتلاقي واحدة تخينة وواحدة رفيعة، كله زي بعضه بالشكل ده. تمام، انا خلصت كل المقدار اهو عشان ما نعملش مرة تانية. ومعانا فاطمة. أهلا فاطمة.
اهلا بيكي يا استاذه فاطمه، كيف حضرتك؟ الحمد لله بخير يا روحي، بخير. انا سعيده جدا اني انا اسعد والله. حبيبه قلبي، عاشت الاسامي يا رب. ربنا يخلي حضرتك، نورتي. انا مش اول مره اكلمك، انت منوره البيوت كلها. ربنا يعزك يا حبيبتي، ربنا يعزك يا رب، تسلمي لي ويسلم ذوقك. الله يخليك. انا وحضرتك طيبه وانت بالف صحه وسلامه يا رب، ما تحرمش منك ولا من اتصالك الجميل ده. ربنا يخليكي، ولا احنا نتحرم منك على الشاشه ابدا يا روحي. تسلمي لي والله، تسلمي لي، ربي يكرمك يا رب. اسعدتيني باتصالك يا روح قلبي، اسعدتيني والله. تسلمي لي، ربنا يكرمك يا حبيبتي. طيب هنعمل ايه عشان هنطلع فاصل؟ فهنقلب، بصوا الكفته هنديها صدمه من كل النواحي عشان تاخد لون بالشكل ده من كل ناحيه، وبعد ما تاخد لون هغطيها شويه، هغطيها دقيقتين بس هتكون استوت، لان دي لحمه مفرومه ما بتاخدش اي سوى خالص، كمان ممكن وهي بتتشوي كده نحط معاها ثواني. هجيب سكينه، قرن فلفل يتشوي بس بيدي ريحه وكمان طعمه بيبقى حلو في الاكل. تمام، يبقى الكفته هنقلبها واحنا في الفاصل وهنغطيها دقيقتين عشان تكمل سوى. فاصل صغير خالص وراجعين لكم على طول، ان شاء الله مش هنتاخر عليكم. رجعنا لكم تاني وما عملناش اي حاجه غير اننا قلبنا الكفته، لما اخدت لون من ناحيه قلبناها على الناحيه الثانيه عشان عايزاها كلها تبقى لون واحد. بعد ما تاخد كلها لون واحد هعمل ايه؟ هنا الكاميرا جايبه ان هي بصوا اتلونت اهي وبقت حلوه قوي باينه كده. تمام، والفلفل كمان. عايزه اقول لكم والله بجد ريحتها تحفه وطريقتها زي ما انتم شفتوا ما اخدتش مننا وقت خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ هغطيها بس دقيقتين علشان اطمن ان الكفته بتاعتي استوت خالص وبقت زي الفل. تمام، على البال ما هي تقعد دقيقتين مع بعض كده، تعالوا نشوف هنعمل جنبها ايه. عندي هنا خضار مشوي في الفرن، ده بيبقى لذيذ جدا وخفيف قوي، خصوصا بعد ما احنا طالعين من العيد واكلات كانت كلها دسمه، هنعمل كده خضار مشوي فيبقى لذيذ وطعمه حلو قوي، بيليق كمان جنب الكفته. عندنا بقى المقادير، عندي نص كيلو من البصل الصغير، وربع كيلو كوسه متقطعه حتت كبيره، وربع كيلو مشروم، ربع كيلو جزر متقطع كبير، واتنين فلفل الوان برده متقطع كبير، ونص كيلو بطاطس صغيره، ممكن لو صغيره خالص تسيبيها سليمه ولو كبيره شويه تقطعيها قطع كبيره، و10 فصوص ثوم سلام. ده الخضار. طيب هنتبله بايه؟ ربع كوبايه زيت، ومعلقه كبيره عسل، ومعلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره بصل بودر، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره ملح، ورشه فلفل اسود. تمام، ولما نيجي نقدمها نرش عليها بس رشه جبنه عشان تديها طعم حلو. طيب هجيب الصينيه بتاعتي اللي هتدخل الفرن وهنشغل بس الفرن يسخن. تمام هنعمل ايه؟ هنحط الخضار بتاعنا كله، ادي الكوسه. تمام، هجيب بس معلقه. ادي الكوسه والفلفل الملون والبصل والمشروم، خضار كله مفيد جدا، والجزر كمان، وادي البطاطس زي ما اتفقنا، لو بطاطس صغيرة هتحطيها بحالها، ولو بطاطس كبيرة شوية هتقطعيها قطع كبيرة. ومعانا مدام مديحة. اهلا مدام مديحة. اهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي، نورتينا في القناة والله يا حبيبة قلبي. انا مبسوطة جدا بوجود حضرتك معانا. اكيد انا اسعد والله، انا اسعد بيكوا والله العظيم. تسلمي لي يا روحي. انا متابعة حضرتك من على الصفحة، وعملت حاجات كتير من ايديكي، تسلم ايديكي. تسلم ايديكي انت يا قلبي.
وليا طلبين عند حضرتك. اتفضلي اسمحي. اتفضلي يا قلبي اتفضلي. ربنا يخليك. لو سمحت انا كنت عملت الجاتو شاتو الشوكولاته ده كان من ايد حضرتك. تمام وكنت عايزه بقى الجاتو شاتو بس يكون ابيض لان انا معظمهم هنا مش حاضر الشوكولاته. انا يعني انا تقريبا الوحيده اللي باكله. حاضر. عينيا الاثنين عينيا الاثنين. الرواني معانا بكره ان شاء الله. تابعيني بكره هنعملها على الهوا ان شاء الله. تمام نورتيني يا حبيبه قلبي باتصالك. ايه مع كل طبخه حلوه من ايد حضرتك حتى تكون جنبيها نوع تاني من الحلو عشان يبقى حلو وحابب كده نبقى عينيا الاثنين. بحاول والله اعمل كده فعلا. عينيا يا حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي ليكي نورتيني يا حبيبتي. ابص على الكفته الله يخليكي شغاله وزي الفل اهي. تمام هسيبها بس الميه بتاعتها تنشف. تمام لونها حلو قوي وريحتها تحفه جدا جدا. زي ما قلت لك بقى الصوابع بتحكمي في طولها في عرضها براحتك خالص. تمام ومعانا ندى. اهلا ندى. الو ازاي حضرتك؟ اهلا حبيبتي ازيك؟ انا بحب حضرتك جدا حبيبه قلبي منوراني. انا متابعاكي اصلا من على اليوتيوب قبل ما حضرتك ما تطلعي. منوراني يا ندى والله. تسلمي لي يا حبيبتي ومنوراني يا قلبي. بحب وصفات حضرتك جدا وبعملها بدخل المطبخ مع ماما وبعرف اعملها. ما شاء الله عليكي. تسلمي يا حبيبه قلبي وربنا يبارك لك في ماما يا رب. ليكي اي طلبات يا ندى؟ كان عايز اعرف من حضرتك بس طريقه عمل البرجر. عينيا حاضر ان شاء الله نعمله باذن الله ان شاء الله يا حبيبتي. ايه رايك في الكفته بتاعت النهارده يا ندى؟ جميلة. تسلمي حضرتك. تسلمي يا روحي تسلمي. شفتي سهلة خالص ازاي؟ جميلة والله العظيم. لما ماما تجيب الكفتة هعملها انا. حبيبتي شطورة سهلة جدا وتقدري تعمليها فعلا على طول. خلاص هستنى بقى رأيك ايه. تمام؟ ماشي جربيها وقولي لي رأيك. ماشي يا روحي. اسفة. باي يا ندى نورتيني يا حبيبتي. خلاص الكفتة بتاعتنا اتعملت هقدمها. بسم الله. حلوة قوي. تقدري تعمليها زي ما قلت في سندوتشات العيش الفينو كمان. هي كده مدورة وتخش في السندوتش على طول هتبقى حلوة قوي. نجيبها بس من على النار. ومعانا ريم. اهلا ريم. الو. الو ازيك يا ريم؟ تمام الحمد لله بخير. الحمد لله يا حبيبتي. الله يبارك فيكي يا قلبي. الله يبارك فيكي. انا متابعاكي والله زمان جدا من على الفيسبوك. منوراني يا حبيبة قلبي. ربنا يكرمك. الله يخليك. حاجات كتير قوي من حاجاتك. تسلمي لي. تسلم ايدك وتسلم عمايلك. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. معلش برد بقى وكده. الله يخليكي. كمان برضو برد وكده. تكييف بقى والحاجات فالدنيا مش متظبطه. تسلمي لي يا حبيبه قلبي والله. ايه رايك بقى في الكفته؟ جميله يا حبيبتي. تسلم ايديك. كل حاجه من ايدك تسلم ايديك. تسلمي يا روحي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي. ما تحرمش منك ولا من اتصالك. عايزه الكوارع. حاضر عيني. حاضر. احلى كوارع. تسلمي يا روحي. تسلمي وتعيشي يا قلبي. يلا نشوف بقى الخضار المشوي هنعمله ازاي. تابعيني بقى. خلاص حطينا الخضار كله وحطينا كمان فصوص الثوم السليمه. هعمل هنا ايه؟ هقلب كل المكونات دي على بعض. الزيت وعندي هنا معلقه عسل هتدي طعم حلو قوي للخضار طبعا وقيمه غذائيه اكيد. وتوم باودر بصل بودر وعندي زعتر ممكن كمان نعناع ناشف لو بتحبيه والبابريكا. تمام وادي نص معلقه كده من الكمون واحط ملح وفلفل يعني معلقه صغيره من الملح ورشه فلفل. تمام واقلبهم بقى كويس مع بعض ونخلطهم على الخضار بتاعنا وندخله الفرن علشان يستوي. بيقعد في الفرن حوالي من ساعة لربع لساعة أو على حسب التقطيع بتاعتك. في حاجات بتبقى متقطعة أكبر فبتحتاج وقت أكتر. اهي التتبيلة اهي بتبقى حلوة قوي وطعمها وريحتها بيبقوا حلوين جدا. نحط كده كله على بعضه وكمان سهلة جدا. من الحاجات السهلة قوي انك تعملي الحاجة وتدخليها الفرن طبعا دي من أسهل
الوصفات سوري. تمام هقلبهم كويس، هقلب ايديا كله كده علشان يتشرب. مش لازم ان احنا نسيب الخضار ولا حاجه، هو هيتعمل كده على طول ويدخل الفرن على طول. تمام، كميه خضار حلوه متنوعه والوان حلوه قوي، وكمان وقت الفرن بيبقى على حسب انتي بتحبي الخضار عامل ازاي. في ناس بتحب الخضار يبقى فيه قرشه، وناس بتحبه مستوي جدا، فده هيختلف من حد للتاني. يبقى بعد نص ساعة لازم تبصي على الخضار في الفرن وتشوفيه ده التوقيت المظبوط ليكي، السوا بتاعه مظبوط. هتطلعيه لسه شوية، هتسيبيه شوية، خلاص كده هي خلصت الصينية، هدخلها الفرن. بسم الله. ولازم الفرن يكون سخن من قبل كده علشان تتعامل معايا بسرعة. هنعمل وصفة كمان حلوة قوي وسهلة جدا، ممكن تعمليها للولاد في الفطار أو في العشاء ومش بتاخد وقت. هنعمل مع بعض الرقاق الطري. الرقاق ده من الحاجات الحلوة جدا اللي كانت ماما دايما تعملها لنا، سهلة جدا من غير خميرة من غير فرن من غير أي حاجة، هتطلع معاكي تحفة. معانا مين؟ أهلا يوسف. ألو، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه الصوت الصغنون ده؟ أنت عندك كام سنة؟ عندي أربعة. الله، ده أنت كبير أهو. ازيك يا يوسف عامل إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. حبيب قلبي والله ما تحرمش منك. ربنا يبارك لك في ماما. ربنا يخليك يا رب يا يوسف، انت عسول خالص يا يوسف والله. تسلم ايدك على الكيك. تسلم يا حبيبي. ايه رايك فيها، تخلي ماما تعملها؟ طيب يلا خلي ماما تعملها لك، سلم لي على ماما كتير قوي. طيب تمام، هنطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض الرقاق الطري. مش الرقاق اللي بنعمله صينيه في الفرن باللحمه، لا ده رقاق بيتاكل بالجبنه، بيتاكل ممكن مع الكفته، حلو جدا وطريقته سهله خالص. فاصل صغير وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني وما تاخرناش عليكم خالص. قلنا قبل الهوا هنعمل ايه، قلنا هنعمل الرقاق الطري الفلاحي. الرقاق الطري اللي هو عيش، مش الرقاق اللي بنعمل بيه صواني اللحمه في الفرن. طريقته سهله قوي، من غير خميره من غير تخمير من غير فرن. هتعمليه لو حبيتي كده تقومي تعملي فطار حلو لاولادك الصبح، هتعمليه على طول مش هياخد منك وقت خالص. مقاديرنا ايه؟ عندي 3 كوبايات من الدقيق، وعندنا علبتين زبادي ممكن بدلهم لبن رايب، ومعلقه كبيره قشطه اللي هي بتبقى على وش اللبن. لو انت غاليه لبن ولا حاجه تشيلي القشطه اللي على وشه وتستخدميها، بتبقى حلوه قوي. 3 معالق زيت او زبده المتوفر عندك، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره سكر، رشه ملح بسيطه، وميه للعجن. تمام، هنعمل ايه؟ طبعا مهم جدا ان الدقيق بتاعي يبقى منخول. تمام، هحط الدقيق كده 3 كوبايات، واحط عليهم معلقه صغيره من السكر، وادي البيكنج باودر، وكمان رشه ملح صغيره حوالي 1/2 معلقه كده صغيره. تمام، احاول اقلب المكونات الجافه دي مع بعض.
وبعدين هنضيف الزبادي حتى لو منزل ميته كده مفيش مشكله خالص. تمام، وزي ما قلت لك لو مفيش زبادي ممكن تعمليها بلبن رايب برضه هيديكي نتيجه حلوه قوي. وعندي معلقه قشطه، وزي ما قلت لك ممكن كمان معلقه زبده، الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي. هما دول مش ثلاث معالق، هجيب انا شويه زيت كمان. ومعانا ملك، اهلا ملك. الو، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه يا ملك؟ الحمد لله. اخبارك؟ كويس. اتفضلي. انا بحبك قوي يا شيخ. حبيبه قلبي تسلميلي والله، تسلميلي يا قلبي. منوره الشاشه يا شيخ. انتوا اللي منورين يا حبيبه قلبي والله، ما تحرمش منك يا ملك. كلك ذوق يا عسل انت. اتفضلي يا حبيبتي، ليكي اي طلبات؟ عايزه بس طريقه الكفته تاني. عناية الاثنين، هنقول المقادير تاني ونقول احنا عملنا ايه. تمام؟ ماشي يا روحي. وهننزلها اخر الحلقة والمقادير هتنزل وكل حاجة، وهنقول كل حاجة عملناها. تمام؟ ميرسي لاتصالك يا ملك. عملنا ايه؟ حطينا الاول الدقيق اللي هما 3 كوبايات، حطينا عليهم رشة ملح والسكر ومعلقة صغيرة من البيكربونات من بيكنج باودر، قلبناهم كويس مع بعض المواد الجافة مع بعض، وبعدين ضفنا 2 أو 2 علبة زبادي اللي هي بتبقى حوالي 120 جرام، وحطينا معلقة قشطة كبيرة وحوالي 3 معالق كبار زيت، وهنخلطهم مع بعض. تمام، وحضر جنبي مية، هي مش هتحتاج مية كتير لأن احنا حطينا الزبادي والزيت والقشطة، فكل دي سوائل في العجينة. فهنشوف كده هتحتاج قد ايه، ممكن تحتاج يعني ربع كوباية نص كوباية بالكتير على حسب نوع الدقيق. طبعا الدقيق لازم يكون منخول. تمام، هبتدي اضيف لها شويه ميه صغيرين عشان بس تتجمع مع بعضها. تمام كده زي الفل، مش هنحتاج تاني ان شاء الله. يعني كده خدت مني حوالي ربع كوبايه ميه. العجينة دي مش من الحاجات اللي بتحتاج خدمة كتير وعجن كتير والكلام ده كله، مجرد بس المكونات تتلم معاكي كويس قوي خلاص هي كده تمام وزي الفل. تمام، العجينة حلوة جدا ولمت، هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا تحفة، في الفرد دي هتبقى روعة، بس مش هقدر افردها على طول. بعمل ايه؟ هقطعها كور قد البيضة، وبعد ما اقطعها سيبها 10 دقايق ترتاح علشان العجينة نفسها تهدى كده، واجي افردها تتفرد على طول. اما لو انا دلوقتي حاولت ان انا افردها فكل ما هفردها هتلم تاني معايا وهتبقى عاملة زي الاستك بالظبط، فلازم ترتاح مش اقل من 10 دقايق. ومعانا الحاج رجب، اهلا وسهلا. الخط قطع، نتصل تاني ان شاء الله. هنا معايا عجينة عاملينها قبل الهوا ومرتاحة خالص، فهجيب بس شوية دقيق هنحتاجهم بس. تمام، يبقى معنا مين؟ أريج، أهلا أريج، إزيك؟ أهلا. أهلا، أهلا بيك يا حبيبتي، إزيك أنت؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. تمام، اتفضلي. والله انا متابعاكي جدا على الفيسبوك، يعني بصي انا لسه في اول الجواز بس زي الفل يعني. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يهنيكي ويسعد ايامك يا رب. حضرتك كلها ماشيه معايا زي الفل والله. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، تسلم ايديك الحلوه يا حبيبه قلبي. وايدك دايما منورانا. الله يخليكي يا روحي، تسلمي لي وما تحرمش منك ابدا يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي، ليكي اي طلبات؟ اتفضلي. الكباب. الكباب حاضر، اللي هي اللحمه اللي شويناها في العيد، شفتيها؟ هو انا شفت الحلقه بس انا يعني هو لازم شوايه؟ لا انا عملتها هنا من غير شوايه، عملناها على الطاسه. بصي التتبيله بتاعتها سهله جدا، الكباب ما بياخدش توابل وبهارات كتير، ميه بصل ما تحطيش تفل خالص، ميه بصل وميه عصير طماطم، يعني طماطم تعصريها وتصفيها كويس جدا
حوالي طماطمايه وبصلايه كبيره، ده على نص كيلو اللحمه. هتصفيهم كويس جدا، هتضيفي عليهم معلقه صغيره عسل، ملح وفلفل، ورشه من البهارات السبعه وبس كده. وطبعا حوالي ربع كوبايه من الخل وربع كوبايه من الزيت، اعمليهم مع بعض كويس بالمعلقه او قلبيهم بالويسك كويس جدا بحيث ان الملح والعسل وكله يختلط مع بعضه. تبلي اللحمه وسيبيها بايته في الثلاجه ليله كامله. الصبح بقى هتقومي تحطي طاسه على النار، معلقه زيت صغيره، وتروحي حاطه اللحمه بتاعتك تشويها، اللي هي تديلها صدمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي لما تاخد لون من هنا وهنا. وبعدين تحطي في صينيه صينيه فرن، ترصي اللحمه بتاعتك وتغطيها بورق فويل وتدخليها الفرن ربع ساعه، هتطلع معاكي مستويه وحلوه جدا. حاجه مهمه في الكباب انك انت لازم تختاري قطعيه كويسه، سواء ريش ضاني او عرق فليتو اللي هو بيبقى كندوز، بس بيستوي معاكي على طول ويبقى حلو قوي. يلا نشوف بقى هنعمل ايه في الرقاق بتاعنا. ومعانا ندى، اتفضلي يا ندى. اهلا ندى. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ انا والله عمري ما سبت لك حلقه، الحمد لله عمري ما سبت لك حلقه والله، بس انا عاوزه اعرف بس طريقه عمل الكيكه. الكيكه حاضر يا حبيبتي، نقول لك طريقه عمل الكيكه. حاضر اعملها لك على طول. عايزه كيكه شوكليت ولا وايت؟ شوكليت. حاضر عينيا الاثنين. نورتيني يا قلبي. بصوا العجينة لينة وطيعة جدا، شايفين عاملة ازاي؟ تحفة بجد. في الفرد هتبقى معاكي سهلة جدا. ومعانا روان، اهلا روان. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبة قلبي، ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا روح قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ اخبارك يا حبيبتي؟ كويسه الحمد لله. انا الحمد لله بحبك جدا. انا بحبك قوي. حبيبه قلبي تسلميلي والله. ليكي طلبات يا روان؟ اسمك حلو قوي. لا انا كنت عاوزه اسلم عليكي بس. تسلميلي يا قلبي، تسلميلي، نورتيني باتصالك والله. تسلمي يا روحي، ميرسي لاتصالك يا حبيبه قلبي. شايفين العجينه عامله ازاي؟ تحفه. هتقومي الصبح تحضري كده فطار لذيذ، وانتي بتحضريه هتعجنيها، اتعجنت معانا في 5 دقايق من غير خميره من غير اي حاجه خالص، ومش هنسوي كمان في الفرن. تمام، هكمل بس بقيه العجينه بتاعتنا، هنكورها كده قد البيضه. تمام، وهجيب الدقيق علشان افردها. ومعانا منى، اهلا منى. الو الو، ازيك يا منى؟ الو، انا بحب حضرتك قوي. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، منوراني. ازيك؟ حضرتك البرنامج حبيبه قلبي، منوره البرنامج، منوراني انا. حضرتك كمان منوره. الله يخليكي يا روح قلبي، منوراني، تسلميلي. ليكي اي طلبات يا منى؟ عايزه طريقه الكحك باليانسون. الكحك قرص بقى؟ قرص باليانسون. حاضر يا روحي اعملها لك. حاضر، اكتبي يا روان كل طلبات حبايبنا دول علشان نعملها لهم ان شاء الله. طب يا روحي، شكرا يا منى، تسلميلي يا حبيبه قلبي. شايفين بقى، انا ابتديت اخد اول واحده كورتها بعد ما ارتاحت، وابتدي افردها زي الرقاق بالظبط، عايزينها رقيقه خالص. تمام، حطي دقيق بسيط كده من تحت ومن فوق، وابتدي افرديها بالجبنه والعسل بقى، بيبقى تحفه. ممكن كمان تعمليه سندوتشات، بيبقى حلو جدا. تمام، بصوا اتفردت معايا على طول ازاي من غير مجهود. حاطه هنا الطاسه على النار، ولما تسخن هاخد كده الرقاق معايا. بصي سمكه باين كده ايديا من وراه، ان هو شفاف يعني رقيق. حاضر، باينه كده، بصي. تمام، هحط بقى في الصينيه او في الطاسه اللي احنا حاطينها على النار، ويفضل تكون طاسه ما بيلزقش فيها. ولما تسخن هحطه كده، ولما
هيبتدي يعمل فقاقيع بقى ويقب، نروح ايه قلبينه الناحية التانية، نفرد واحد كمان واحنا شغالين كده. عايزة اوريكي بس ان العجينة والمقدار مظبوط جدا، العجينة احتاجت بس ربع كوباية مية، حط دقيق فوق وتحت بسيط، وابتدي افرد. ولا خميرة ولا فرن، ساعات كتير بنحتاس فجأة مفيش عيش في البيت وعايزين نتعشى، نعمل ايه؟ نعمل رقاق طري، بيبقى حلو قوي صدقيني جربيه. واحلى حاجة لمة ولادك وانت بتعملي اي مخبوزات في البيت، صدقيني ريحة العيش في البيت وريحة اي مخبوزات بتتعمل في البيت وتطلع من ايديكي سخنة كده والولاد يلقطوها منك كده، فيها امتاع رهيب وفيها ألفة وحب بين افراد الأسرة، بجد تحفة جدا. ممكن كمان تشاركي ولادك وتخليهم يساعدوكي، حد يخلي باله من اللي على النار وحد يفرد معاكي، هتلاقي الدنيا زي الفل. بدل ما هم قاعدين بعيد عنك وانت بعيدة عنهم في المطبخ، اشركيهم معاكي، صدقيني هيحبوا قوي اي مخبوزات هتعمليها في البيت، هتبقى ليها طعم تاني خالص خالص. نبص على اللي على النار، بصوا كده ابتدت تعمل فقاعات هنا، هقلبها الناحية التانية، وكمان خدت لون حلو اهو، هقلبها الناحية التانية، ويا دوبك دقيقة هي ما تاخدش على النار وقت خالص. زي ما اتفقنا عايزينها رقيقة، ورش الدقيق بسيطة بس عشان ما يلزقش معانا. طيب هنطلع فاصل بس نطلع الرغيف بس من الطاسة الأول. شايفين؟ خلاص هو كده استوى، شايفين شكله جميل قد إيه وطري كمان قد إيه، تحفة جدا. يلا هنطلع فاصل وهنكمل ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني وعمالة أعمل الرقاق، أفرده زي ما انتوا شايفين رقيق خالص كده، وأحطه على طاسة سخنة على النار، ما بياخدش وقت خالص في التسوية، ولذيذ جدا وما خدش حاجة في العجن، وكله اتعمل قدامكم على الهوا. بصي بقى كده يا دوبك أقل من دقيقة هتبتدي، بص الفقاعات عمالة تطلع. تمام أقلبه الناحية التانية، حلو جدا وطري جدا جدا، وزي ما قلت لك ينفع فطار وينفع عشاء، وينفع كمان تعملي بيه سندوتشات من الكفته، طعمها هيبقى تحفه. شايفين باين هنا معانا وبيقب كمان. خلاص كده بصوا مستوي، طعمه حلو قوي طري خالص. نفتح واحد كده عشان تشوفوا شكله كمان، بصوا عامل ازاي، تحفة وريحته حكاية. حاطين قشطة وحاطين ممكن زبدة زي ما قلت، وحاطين زيت وزبادي أو لبن رايب، كل دي حاجات بتخلي طعمه حلو قوي. وانت بتعمليه لازم يكون معاكي فوطة وطبق تحطي وتغطي بالفوطة عشان يفضل معاكي طري وحلو قوي لما تيجي تقدميه. تمام هنقدم ايه بقى جنب الكفتة والعيش والكلام ده كله؟ هنعمل سلطة حلوة قوي وبسيطة جداً، هي سلطة تركية بتتقدم جنب الكفتة، البصل بالسماق، مكوناتها بسيطة وكمان طعمها لذيذ جدا، وبتحط كده مع سندوتشات الكفتة بتدي طعم حلو قوي. لم بس الدقيق مكان ما كنا بنفرد. وبص كده على الخضار بتاعنا شغال وزي الفل، قدامه دقيقة بالظبط ونطلعه، يا ريت بقى تفكروني علشان ما ننساهوش. تمام اوكي، نقول بقى مقادير السلطة بتاعتنا. عندي بصلتين متقطعين جوانح او جوليان بالشكل ده، تمام، وعندي معلقتين كبار من السماق،
وعندي معلقه صغيره خل، معلقه صغيره من الليمون، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، وملح وفلفل اسود بس. وعندنا بقدونس ورق بالشكل ده هنزين بيه الطبق. طب البس جلافز عشان ندعك البصل. برضو النهارده الوصفات كلها مفيش اسهل من كده، لا وقت ولا مجهود. كلنا في الحر وفي الصيف بنبقى محتارين نعمل ايه، ما ياخدش معانا وقت وفي نفس الوقت يبقى حاجه تفتح النفس وحاجه طعمها حلو. كل اللي عملناه النهارده ما اخدش مننا وقت خالص. تمام، ادي البصل بتاعنا. هعمل الاول التتبيله هنا، احط الليمون وخل ونحط الزيت، وهجيب ملح وفلفل ورشة فلفل ونص معلقة صغيرة ملح، وهاخد نص معلقة سكر. تمام، هقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض. تمام، هنقلب كده خلاص، كله كده يختلط مع بعضه. وهحط البصل بتاعنا وهقلبه كويس. ومعانا منى. اهلا منى. اهلا مدام فاطمه. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيكي يا حبيبه قلبي، انا متابعاكي على طول والله. منوراني منوراني يا حبيبه قلبي، منوراني. ربنا يخليكي. الله يكرمك. بارك يا حبيبتي. حبيبه قلبي تسلمي لي، ربنا يبارك فيكي يا رب. على فكره الرقاق الطري ده احنا بنعمله في البلد بس اسمه بيساني. اسمه ايه؟ بيساني. والله انا ما اعرفش، نعرف ان اسمه الرقاق الطري هو في بلدنا. لا. برضو ماما كانت بتعمله لنا اسمه الرقاق الطري. ايوه. اللي هو الفلاحين بيسموه بيساني. حلو قوي. بالقشطه وباللبن الرايب. ايوه بالظبط كده، ايه الحاجات الحلوه دي. يا حبيبي هو بيتعمل كده في البلد. طب الحمد لله. طب ايه رايك، عملته حلو؟ عملته صح؟ لا جميل. هو بالظبط. تسلمي يا روحي، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليكي، بس انا اول مره اشوفه على النار بصراحه، عشان بيعملوه في الفرن. ما عندناش فرن بقى، لازم نظبط حالنا. ونسهل كده. الله يخليكي. مبروك والله. ميرسي لذوقك يا قلبي، تسلمي لي يا مدام منى، والله نورتيني باتصالك. ربنا يخليكي يا جميله. الله يخليكي، انت اللي جميله وكلك ذوق والله حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي يا قلبي. والله اكلنا اللي في البلاد والناس اللي كانت بتاكله زمان حاجات كده لذيذه وطعمها حلو قوي. انا هروح اطلع الخضار من الفرن عشان ما ننساهوش. روعه، بصوا كده تحفه وريحته حكايه بجد. تسلم. ومعنا هاجر. اهلا هاجر. الو الو، ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب قعدتك قوي حبيبه قلبي. تسلمي لي، كلك ذوق والله. تسلمي يا روحي، تسلمي لي وتسلم لي اتصالك. ليكي طلبات يا هاجر؟ ممكن طريقه البيتزا. البيتزا ان شاء الله معانا الاسبوع ده، البيتزا ان شاء الله. تابعيني بقى وتفرجي كل يوم، ان شاء الله هعملها باذن الله. ماشي، شكرا. نورتيني يا هاجر، تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي يا روحي. تمام، طب نقول عملنا ايه في السلطه؟ ما عملناش حاجه غير اننا حطينا التتبيله اللي هي زيت زيتون، ليمون، خل، ملح، فلفل، ورشه سكر، وكمان حطينا معلقتين من زيت الزيتون الكبار، قلبناهم كويس قوي مع بعض، وحطيت عليهم البصل وقلبته كويس جدا، وبعدين حطيت السماق بالشكل ده وهحطه في الطبق. تلاحظوا كده في الفيديوهات التركي بيعملوا ايه، بيحطوها في سندوتشات الكفتة، شكلها بيبقى حلو وتفتح النفس جدا. هنزين هنا بأوراق البقدونس بالشكل ده عشان طعم البصل والحدة بتاعته تقل شوية في الأكل. حلو جدا، ايه رأيكم السلطة شكلها يفتح النفس؟ طيب ايه تاني؟ هنسوي شوية رقاق كمان. الشباب الله يصلح حالهم عملوا لي شوية، هسويهم معاكم هنا. تمام اهو، والطاسة سخنة وهننزل كده. وعلى فكرة الطاسة مش مدهونة اي حاجة خالص،
هي من غير اي حاجه، بس تكون طاسه ما بيلزقش فيها. تمام. تمام. ونقلب الناحية التانية. بصوا بيقب كمان، يعني ولا خميرة ولا أي حاجة خالص، وبيقب وزي الفل. باين هنا معانا في الكاميرا. بصوا وطري. بصوا طري قد إيه، تحفة. ممكن نعمل كمان سندوتش منه. عايزة أوريكم بقى هنا اللي إحنا عاملينه، بس زي ما قلتلك لازم تغطيه وهو طالع من الفرن أو هو طالع من الطاسة علشان يفضل طري معاكي وما ينشفش. حط واحد كمان. لازم بقى رقيق، كل ما كان رقيق بيديكي نتيجة أحلى. همسح بس كده الطاسة. وأحط الرغيف بالشكل ده. هجيب طبق كده. بصوا الرقاق عامل ازاي، طري جدا. هحط كده، ممكن نحط معاه شويه، بسم الله. هقلب ده بس الاول، لازم تصحصحيله كده علشان ما يتحرقش. هاخد شويه بصل مع البقدونس. تمام. حلو كده. وناخد كفتة. شايفين العيش بيقب ازاي؟ بصوا حلو جدا. قلبوا الناحية التانية شوية. وناخد كفتة. تمام. ونعملها سندوتش حلو قوي. بصوا يبقى سندوتش تحفة جدا. ممكن كمان تاخديه على الطاسة وتعمليه، تديله تشويحه كده او نقول ايه، نقطه زيت كده في الطاسه وتقلبيه فيها، يتحمص كده وياخد قرمشه حلوه جدا. شايفين الرقاق طالع جميل ازاي وطري وحلو قوي. تاكليبيه في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، شغال معاكي في كله وينفعك وقت زنقه. نقول عملنا ايه النهارده بقى. تمام. هنقول عملنا ايه. خلاص اوكي. وهبص بس كده، لازم يتقلب على طول علشان ما يتحرقش مننا. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا الكفتة، وانا سميتها كفتة الخمس دقايق لانها فعلا ما بتاخدش في ايديكي خمس دقايق. مقاديرها نص كيلو من اللحمة المفرومة نص كيلو من اللحمة المفرومة، وتكون مفرومة ناعمة، وعليها بصلة كبيرة مفرومة، وكمان فصين توم، وعندي معلقة كبيرة كاتشب، رشة سكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة بهارات سبعة، وملح وفلفل اسود. وطبعا عشان تدي منظر حلو وريحة كمان حلوة، بنحط معاها فلفل يتشوي معاها. تمام. عجننا كل المكونات مع بعض، عجناها كويس قوي، حطيناها في كيس من بتاع التلاجة او كيس حلواني، فتحنا فتحة على قد ما انت عايزه السمك بتاع الكفتايه. في طاسه على النار فيها معلقتين زيت، حطينا ابتدينا نحط الكفته في الكيس وننزلها من الكيس ونقطع بالطول برضو اللي احنا عايزينه. تمام. خدت صدمه من جميع الجوانب، وبعدين غطينا عليها لغايه ما استوت او شربت الميه بتاعتها. تمام. وبعد كده قدمناها بالشكل الجميل ده، ما خدتش وقت لا في تسويه ولا في عمايل. طيب الرقاق الطري عملناه ازاي؟ الرقاق عملنا 3 كوبايات دقيق. تمام. 3 كوبايات دقيق، عليهم علبتين من الزبادي اللي هي 120 جرام، معلقه كبيره من القشطه، 3 معالق زيت او زبده، ومعلقه كبيره من معلقه صغيره من بيكنج باودر، رشه سكر، رشه ملح، وحطينا كمان ربع كوبايه ميه عجننا بيها. حطينا الاول المواد الجافه، وبعدين نزلنا بالزيت والزبده او الزيت والقشطه، وحطينا ربع والزبادي، وحطينا ربع كوبايه ميه عجناها. طلعت معانا عجينه تحفه ولينه. هنسيبها ترتاح 10 دقايق ونبتدي نقطعها قد البيضه الصغيره، وفردناها رفيع جدا زي الرقاق زي ما انتم شايفين كده. وعلى طاسه سخنه على النار، تكون الطاسه ما بتلزقش، وهتبتدي تحطيها على ناحية وتقلبيها. أول ما تلاقيها عملت فقاقيع كده وخدت لون كده ذهبي، بتقلبيها الناحية التانية. عملنا إيه كمان؟ عملنا الخضار المشوي في الفرن. الخضار اللي أنت بتحبيه هتقطعيه قطع كبيرة، والتتبيلة بتاعته بتبقى عبارة عن ربع كوباية زيت، معلقة كبيرة عسل، معلقة كبيرة زعتر، ومعلقة كبيرة من البابريكا،
وحطينا كمان معلقه بصل بودر وتوم بودر ورشه فلفل اسود وكمون وملح. قلبنا كله مع بعضه كويس قوي وحطيناه على الخضار وقلبناه كويس كله مع بعضه ودخلناه فرن يكون سخن. والتسويه بتاعتك انت زي ما بتحبي، الخضار مستوي قوي او نص سوا براحتك خالص، بس الطعم والريحه مش قادره اقول لك هي جميله قد ايه. واخر حاجه عملناها السلطه اللي هي سلطه البصل بالسماء، دي تحفه وبسيطه جدا ما بتاخدش وقت خالص. بتجيبي بصلايه تقطعيها جوانح وتجيبي معلقه زيت زيتون كبيره وعندنا كمان ليمون وخل كل حاجه منها معلقه وملح وفلفل ومعلقه من السماء. هتقلبي كله مع بعضه كويس وتتبلي بيه البصل وتزينيه زي ما انت شايفه كده بالبقدونس، حلو جدا. ممكن تستخدمي بقى كل ده وتعملي بيه سندوتش زي اللي احنا عملناه، بيطلع طعمه حلو قوي. ان شاء الله تعمليها وتعجبك وتعجب كل اللي هتقدميها لهم. سعدت بيكوا جدا وباتصالاتكوا، اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكوا، يكون وصفات النهارده كانت حلوه ولذيذه. ادي الرقاق معانا اهو، هستنى تعليقاتكم وهستنى تطبيقاتكم وتقولوا لي عملتوا ايه وايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكوش. هستنى التعليقات بتاعتكم على بيج البرنامج، برنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، وعلى وعلى الصفحه الشخصيه بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. واشوف وشكم على خير بكره ان شاء الله، وكل سنه لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.